السيد وزير العدل، السيد وزير الزراعة، السيد وزير نعم، على الحكومة على والسيد رأسهم وزير الداخلية برضه، والسيد وزير وزير الداخلية. الداخلية طبعا. ما بقول كل القطاعات على حكومة بشر الخصاونة بالطبع دولته. يعني أهم شيء المطلب يكون منطقي، المطلب مش أنا هيني بقول على الملأ، المطلب ما يكون إلغاء الحبس يعني بالمطلق. أنا بقنن الحبس بحيث يكون الحبس 3 شهور بالسنة على القضايا المالية، سواء شك أو قضايا إجراء أو تنفيذية، اخوي محمد سواء الغول شك. بلاي دقيقة، اخوي بالراي، اخوي محمد الغول كل احترام لك، واحنا ما بنقول كل اللي البسطات كلهم زعران، لا يا اخوي يا محمد، احنا اللي أكثرهم، بنقول، لا حكينا أكثرهم احنا يا بنقول سيدي، لك لا من أنا الحوادث بقول اللي له بتحصل، أكثرهم، لا أنا بقول الحوادث له اللي أكثرهم، بتحصل وصل يا عن اخوي، كلامي. احنا بنقول لك انه لازم يكون في مراقبة لهذا الأمر، ويكون لازم اعطاء يكون، أنا بقول أكثرهم، أنا بقول أكثرهم، أنا بقول اعطاء أكثرهم. فرصة للجامعين أنا يوم المثقفين. من الأيام قبل ما أصير تاجر كنت على بسطة، بس كنت يعني أتعامل مع الناس بلطف. أنا يا رجل يعني ما بدي أعطيك حوادث، أنا مرة بنقي عنب قاعد على بسطة، بقول له فيش أحسن من هيك، بقول لي اترك اترك اتر من إيدك هسه ببلش لك بالبسطة عليك. عنب، بسطة عنب بالحسبة. بس احترمت نفسي طبعا، قلت له يعني قلت له كلمتين، قلت له يعني اذا خاوه هسه والله غير اخذ منك، هذه طبيعي هيك مزح يعني. قال لي طب اترك اترك من اذا هيك، انا بقول لك الواقع. طيب ابدعت اخوي ابو الرائد، احنا يعني كان لنا لا مش هيك، ما احنا ما عانينا انه كل واحد على بسطه ازعر، لا بقول لك اكثر اللي على البسطات وعلى وبالخدمات العامه، خلينا نقول اللي بالحدائق وهون وهون، اللي حاطينهم والمقاصف والشغلات المشروبات احنا بنصحح يا اخوي والوجبات، محمد. اكثرهم. تمام، احنا بالنهايه بنرجع اخوي ابو الرائد على انه تعديل قانون التنفيذ، تعديل قانون نعم العقوبات، نعم نعم هذا المرحله اللاحقه. مطلبنا الان 2 سنين على دوله بشر الخصاونه، حكومته ممثله بوزرائها، الوزارات المعنيه في دكتور، قضيه المتعثرين. على دولة السيد المحترم بشر الخصاونة ووزير العدل والدكتور معن القطمين، انهم يكونوا عندهم قناعة تامة ان السجن هو المعطل لسداد الدين، أبدعت المعطل لسداد الدين هو اللي بيعطل سداد الدين. أبدعت أخوي أبو الرائد، شكرا وبس شكرا لك، شكرا على مداخلتك الله وعلى يعطيك العافية، اتصالك حياك حبيبنا الله أخوي أبو أخي الرائد. الحليم. أخواني يعني نرجع رسالتنا لدولة بشر الخصاونة، قضية المتعثرين، قضية المتعثرين، قضية كل بيت أردني، البيت الأردني، البيوت الأردنية أصبحت كلها متعثرة. جائحة كورونا هي أحد الظروف والأسباب اللي بتؤدي للتعثر، كما كان أغلب التجار تعثرت لأسباب وظروف خارجة عن إرادتهم. قضية المتعثرين يجب أن يكون في دور سريع بحلها. قضية المتعثرين يجب أن يكون لها أولوية على رأسها، على رأسها قضية أبناء الوطن المتعثرين في حكومتك. إخواني والله شتتونا، إحنا لا بنحكي على زعران ولا إن قضية بقضية زعران ولا غيرها. رجاء، قضية المتعثرين يجب أن تأخذ أولوية في حلها. الحكومات السابقة طنشت قضية المتعثرين، تجاهلت قضية المتعثرين. نتأمل في حكومتك ودولتك أن تكون هذه القضية الآن على رأس أولوياتهم. كما تحدثنا، قضية المتعثرين تمتد لكل وزارات الأردن، من وزارة الزراعة لوزارة العمل لوزارة العدل لوزارة الداخلية، كلها مرتبطة في قضية المتعثرين. التعثر زاد في الأردن، التعثر يا أخوي يا مؤيد سعادة، يعني إحنا طلعنا من هذا الموضوع، رجاء خلص نسكر على الموضوع. قضية التعثر يجب
إيلاء الأولوية لحلها، بتناشد حكومتك بحلها، قضية المتعثرين في كل بيت أردني، كل بيت أردني الآن متعثر، في كل بيت أردني الآن لا يخلو من قرض أو دين، أصبح الكل متعثر. قضية المتعثرين الحكومات السابقة لم تولي إلها انتباه، للأسف للأسف مجلس نواب كان فاشل، لم يتدخل في حل قضية المتعثرين. نأمل من حكومتك الآن العمل على حل قضية المتعثرين. دولتك على علم في هذه القضية، وزراء كثيرين معنيين في وزاراتك على علم بهذه القضية. نتأمل أن يكون حل سريع لهذه القضية. إخواني أشكركم على صفحتي ومتابعة هذا البث. قضية قضية الجميع. قضيتنا جميعا. بتأمل من المتعثرين الآن يتكاتفوا يتوحدوا. العمل والضغط الآن على حل قضيتنا على المتعثرين جميع يا أخوان. يعني أنا بأسف كمان في أخوان من موجودين عنا هون، وأخوان ناشطين في القضية، طلبوا أن يكون في هاشتاج على صفحاتكم، يعني هاشتاج تنزلوا على صفحاتكم، لقوا كأنه 20 ولا 25 واحد بيرفعوا هاشتاج بث هينا بنلاقيش عليه 50 60 واحد، منشور بننزله تعليق يعني بنلاقيش 40 50 واحد. هذه قضيتكم، إذا ظليتوا هيك يا متعثرين ما تلوموا. وبنأسف إنه شغلنا وعملنا 4 سنوات في هذه القضية بالنهاية نوصل لهذه المرحلة. رح نبقى نشتغل على القضية، نوعدكم إنه هذه القضية كانت ولا زالت وستبقى هي قضية وطن، ستبقى القضية الأولى في المجتمع الأردني الآن في الأردن. بالناشد جلالة الملك، بالناشد دولتك وحكومة دولتك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، وتنفيذا لتوجيهاته اللي خرج عنها المجلس الاقتصادي وخرج بالتوافقات. أخو زهير لا والله ماني معصب، بس والله الإخوان بشتتونا. الأخ يعني يتحدث، لو سمعوه من البداية، هم أجوا دخلوا كان يتحدث بنهاية الحديث، هم لو سمعوه دخلوا من بداية الحديث ما صار الحديث. فيعني رجاء خلص ننهي الموضوع، مش معصب. والله أنا بحب أشوفكم وبحب أكون متابع لهذه القضية، والحمد لله أني متابع لهذه القضية زي ما قلت لكم، بدون فيس وبدون بثات وبدون غيرها. لكن إحنا حكومة دولة بشر الخصاونة تشكلت، وهذا أول بث في عهد دولته حكومته. نتمنى على الجميع. ماشي يا أخوي مؤيد. نتأمل الآن من حكومة دولة بشر الخصاونة تولي هذا الملف أهمية، ملف قضية المتعثرين. الحكومات السابقة تجاهلته، مع العلم كان في عمل عليه كبير. نتأمل من حكومة دولة بشر الخصاونة هسه ولا سيجارة أخوي ثائر، تعمل على هذه القضية. قضيتنا دولة بشر عنده علم فيها بالكامل، وزراء معنيين في حكومتك منهم معالي علي العايد كان سفير في مصر،
عنده حيثيات القضية من A to Z، وكان متابع لها معي شخصيا في قضية المتعثرين. دولة حكومة معالي معن قطامين متابع للقضية وعلى علم فيها، معالي محمد داودية على علم في هذه القضية، بما أنه ملف وزارة الزراعة وأكبر عدد من المزارعين متعثرين. طبعا وزراء كثيرون في هذه القضية وعلى رأسهم دولتك. نتأمل أنه في قادم الأيام القريبة أن يكون في حل في قضية المتعثرين، لأنها قضية كل بيت أردني، قضية شعب وقضية وطن، وسنبقى مستمرين على هذه القضية. كنت معكم، يعطيكم العافية جميع، بتشرف فيكم جميع على صفحتي، واعذروني إذا كان في أي عصبية أو أي كان حديث. بعتذر عن أخونا أبو الرائد، بعتذر للجميع. إحنا أصحاب قضية، سنبقى أصحاب قضية، ونطالب في هذه القضية، ومستمرون في هذه القضية. تصبحون على خير.